يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وآله وصحبه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات الكريمات. نحن في المجلس الخامس من مجالس شهر رمضان المبارك. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا صيامنا وقيامنا جميعا. مع حديث اخر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاه والسلام ثلاث تلات او ثلاثه لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حين يفطر ودعوه المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح له لها ابواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي لانصرنك ولو بعد حين رواه الترمذي وفي لفظ اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد دعوتهم او ثلاث دعوات مستجابات دعوه الصائم ودعوه المظلوم ودعوه المسافر. أيها الكرام، في هذا الحديث بيان لفضيلة أخرى من فضائل هذا الشهر العظيم الذي هو شهر الصيام، شهر رمضان من جهة، وكذلك فضيلة من فضائل صيام النفل كذلك. فحتى صيام النفل كيشملوا هذا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعوة ديال الصائم راه مستجابة هذا من فضل الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم ومن هذه الثلاثة ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم حين يفطر إذا هذه بشارة من من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخير هذا اذا لان العبد الذي لا يدعو ربه فهو ليس بعبد في الحقيقه الله عز وجل يحب من عباده ان يدعوه ويتضرع اليه ويلجؤوا الله عز وجل الذي هو مصدر الرزق والذي هو مصدر كل شيء وهو المدبر الحكيم سبحانه وتعالى فالله عز وجل هو مالك الملك هو مالك السماوات هو مالك الارض ومالك يوم الدين هو الغني ونحن الفقراء فالله عز وجل هو الذي يجب أن نسأل الله عز وجل هو اللي خصنا نرجع ليه ونتوب ليه ونستغفر ليه إلا إذا أذنبنا وأخطأنا وتاهت بنا السبل ما عرفناش نديروا يعني خصنا نرجعوا الله عز وجل وهذا الدعاء هذا الرجوع إلى الله عز وجل كيتم بهذا الدعاء اللي كيجي كي من واحد الانسان اللي هو في عباده الصيام لهذا قال النبي صلى الله, صلى الله, عليه وسلم ثلاث لا ترد ثلاثه ما كتردش الدعوه ديالهم منها الصائم حين يفطر والاخرين راه سمعتوا بانه كاين الامام العادل الذي يعدل بين الناس هذا كذلك دعوته لا ترد لانه امام عادل كذلك المظلوم الذي ظلم واخذ حقه فان دعوته ليس بينها وبين الله حجاب وكذلك في الروايه الاخرى زياده ديال المسافر دعوه المسافر كذلك انها من دعوة المستجابات اذا لهذا ايها الكرام الصائم وهو في نهار صومه خصو يغتنم هذه الفرصه ديال الصيام يستغلها باش يدعي بكل ما عنده بكل ما له من حاجات بكل ما, ما يريده من حاجيات من عند الله عز وجل يعني خصو يدعي في نهار صيامه وكذلك قبل الافطار وكذلك حين يفطر لان هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الدعوه ديال الصائم ملي كيفطر راه ما الله عز وجل. والحديث الاخر فيه الاطلاق من غير قيد قال ثلاث دعوات مستجابه دعوه الصائم اذا هنا ما بالنسبه للصائم ملي غادي يفطر راه بعد الاذان مباشره راه كاين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد واحد الذكر كان تيقول اللي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى ان شاء الله وكاين روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا تيقولوا اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. إذا هذا ما ورد. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذاك الذكر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا فيه بيان وإقرار بنعمة الله عز وجل ملي تيقول ذهب الظمأ يعني أن ذاك الجوع الظمأ هو العطش ذاك العطش الذي صبرت عليه طيلة يومك صبرت على ذاك العطش يعني نهار كامل الظمأ وابتلت العروق حتى ابتلت العروق حتى أن هذا العروق من الإنسان هو صبر على الظمأ على العطش أن عروق جسد جسده جفت لكن بعد ما تفطر تفطر على ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والماء فان الظما يزول ما بقيتش تحس بهذا العطش هذا ثم ان العروق ديالك ولات تروات رويت هذه العروق وابتلت ابتلت يعني ما معنى ابتلت يعني بحال شي مثلا نقول بلل التوب يعني لا رشيناه بالملك هذاك التوب كيشرب كي هذاك الماء يعني أن هذه العروق أشربت هذا الماء أو أشربت يعني حتى أنها لم تبقى يابسة ما بقتش يابسة يعني أن هذا كناية على أن ما يفطر به الصائم تمشي يعني عبر الأنبوب الهضمي ثم إلى العروق الدموية ثم يتوزع على الجسد فترجع الطاقة ترجع الطاقة للجسم فينشط الجسم من جديد بسبب هذه الطاقة التي رجعت إليه بفضل غداء الإفطار ثم يحصل له الفرح كما أشرنا في الحصة في المجال السابقة أن للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره بسبب فطره وأن المشاق وداك الآلام اللي كان بسبب الجوع بسبب العطش يعني كيزول كي منه كيزول كي هذاك العطش وداك الجوع تيزول بسبب هذا اذا لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظما وابتلت العروق اعترافا بنعمه الله عز وجل كذلك فيها المساله ديال الصبر اليوم الكامل اليوم كامل يعني صبرتي على الجوع وصبرتي على العطش لهذا سمي هذا الشهر بشهر الصبر والصوم تسمى الصبر والله عز وجل تيقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الصائم راه الاجر ديالو بغير حساب الله عز وجل كيجازيه بغير حساب يعني اجر غير محدود هذا من فضل الله عز وجل اذا ذهب الظما وابتلت العروق ثم ثبت الاجر ان شاء الله انا راه داك الشيء اللي كان في النهار ديال الصيام ديالك صبرتي عليه وبديتي كتنتظر الوقت ديال الافطار راه ذهب صافي مشى مشى هذاك العطش مشى هذاك الجوع مشى لا هنيه واشنو اللي بقى لك؟ بقى ذاك الاجر لانك انت صمت من اجل هذا 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 الاجر صمت من اجل هذا الاجر ثبت الاجر ان شاء الله تعالى هذا من فضيله اخرى من الفضائل ولا زلنا نتحدث عن عن قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم دعوه الصائم اذا في هذه الاثناء ملي تتقول هذا الدعاء هذا هذا الذكر هذا ذهب الظمى وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله يجب أو حري كذلك بك أن تغتنم هذه الفرصة فتدعو الله عز وجل وتطلب منه ما شئت من الخيرات وكذلك من العلماء من قال بأن الدعاء كذلك يمكن أو يستحب أن يكون قبل الإفطار قبل الإفطار لماذا؟ لأن في هذه الحالة هذه قبل ما تفطر كذلك يعني ملي كتنتظر انتهى الآذان ديال ديال المغرب آه، الذي يؤذن بدخول آه وقت الافطار في هذه اللحظات انت كتغتنم الفرصه باش تدعي علاش لان في هذا الوقت هذا قبل الافطار قبل ما تفطر النفس ديالك منكسره ومتدللة لله عز وجل وانت ما زلت ما زلت في العباده ديال الصيام اذا هادو كلهم هي من أسباب ديال استجابه الدعاء والعباده كل ما كانت عباده فاضله فان الله عز وجل يستجيب فيها دعاء العبد اذا باش نجمع بين هذه الحسنيين يعني ان المسلم الصائم يدعو ربه سبحانه وتعالى قبل الافطار وبعد الافطار جمعا بين هذه الاحاديث النبويه الشريفه لكن هنا ايها الكرام لابد من معرفه شروط استجابه الدعاء ربما صائم يدعو الله عز وجل ولكن لا تستجاب دعوته لماذا؟ اذا هناك بعض الموانع اذا هذه الموانع يعني خصنا نعرفوا اشنا هي الشروط؟ اشنا هي الشروط ديال استجابه الدعاء؟ من هذه الشروط ايها الكرام ان ان الدعاء لا ينبغي دائما ان يحضر فيه القلب القلب خصك دائما القلب ديالك يكون حاضر وخاشع علاش لان النبي صلى الله عليه وسلم تيقول ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل القلب الغافل ما كيستجب ليه الله تبارك وتعالى خصك داك الحضور ديال ديال القلب باش يعني انت كتخشى الله عز وجل كتضر عليه يعني كتلتجئ بالقلب ديالك وبالجسد ديالك وبالجوارح ديالك تتلتج. المالك السماوات والارض الخالق السماوات والارض هذا الشرط الاول الشرط الثاني هذا الدعاء اللي كتدعي به يكون دعاء مشروع خصو يكون مشروع ما معنى مشروع يعني ما يكون فيه شي حاجه اللي هي انت كتدعي على شي واحد تدعي على جارك ولا تدعي على العائله ديالك ولا تدعي على اصدقاء ديالك ولا شي واحد دلما او غير ذلك يعني المقصود انه يعني نقولوا هذا الدعاء المشروع هو الذي ليس فيه اعتداء، ما يكونش فيه اعتداء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني الاعتداء في الدعاء. الشرط الثالث آه ان يكون هذا الدعاء في حال وانت في حال عبادة كعبادة الصيام، هنا انت في العبادة ديال الصيام، راه هذا من الشروط، كذلك الدعاء في العبادة ديال الصلاة كذلك من, من الأدعية المستجابة وأنت في, في الصلاة. الشرط الرابع انعدام مانع يمنع من استجابه الدعاء بحال مثلا بحال اكل الحرام الانسان الذي ياكل الحرام ويتغذى بالحرام ويلبس الحرام ويسكن في الحرام هذا يعني لا يمكن ان يستجاب دعائه لان النبي صلى الله عليه وسلم رب قال رب اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له؟ هذا لا يستجاب له لماذا؟ لان جسد جسده وكل ذلك من الحرام. اذا من موانع ايها الكرام من الموانع التي تمنع استجابه الدعاء من الله عز وجل هو اكل الحرام. السبب الاخر او الشرط الاخر من شروط استجابه الدعاء ان تاتي ب اسباب الاجابه. ما هي اسباب الاجابه؟ اسباب الاجابه وردت في قول الله تبارك وتعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الشرطان او السببان مذكورين في الخردية الآيه. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الله عز وجل قريب من عبده يسمعه ويبصره ويحيط به فالله عز وجل قادر على أن يستجيب دعاء عبده فليستجيبوا لي لكن الله عز وجل قال فليستجيبوا لي ما معنى يستجيبوا لي هنا الاستجابة ضرورة الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم الاستجابة لله والرسول هو أن نقول باش نقول سمعنا وأطعنا نقول الله عز وجل يا رب ما أمرتنا به سمعنا وأطعنا وما نهيتنا عنه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هذه هي الاستجابة يعني الإنسان يستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره ما عندك الخيار في الأوامر ديال الله عز وجل ما عندك الاختيار تقول أنا حر ندير اللي بغيت أمام شرع الله سبحانه وتعالى يجب عليك الامتثال والاستجابة باش يعني الشيء الاخر اللي طلبتي منه الله عز وجل يعطيه لك الله عز وجل فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي كذلك ينبغي عليك تحقيق الإيمان إذا لا بد أيها الكرام من هذه الأسباب كذلك من شروط الإلحاح في الدعاء ما كنت تتلح في الأدعية ديالك وما كتياس وما يعني ما تزربش في الاستجابة يعني ما ما تقولش راه دعوت الله دعوت دعيت 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 شحال هذه وانا كندعي الشهر ديال رمضان كامل وانا كندعي وما عطانيش الله داك الشيء اللي بغيت والله اعلم منك الله عز وجل عليم بمصالحنا ماشي احنا اللي عارفين المصالح ديالنا لهذا لابد من الالحاح ايها الكرام في الدعاء ثم عدم الاستعجال اذا فالواجب على الصائم ايها الكرام أن يغتنم لحظات صيامه أحسن اغتنام وأن كذلك يغتنم اللحظات ديال الإفطار فاش تنشوفوا واحد العدد ديال الناس تيكونوا غافلين في اللحظات ديال الإفطار ما كيستغلوش هذاك الوقت ديال الإفطار يعني غير تحط المائدة كيطيح على داك داك الشيء تيبدا يعني وينسى ويغفل عن المقصد العظيم اللي هو أن أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتفوز بالجائزة الكبرى في هذا الصيام الذي هو المغفرة وحصول التقوى والعتق من النار لأن الله لله سبحانه وتعالى عتقاء في رمضان عتقاء كل ليلة والله عز وجل يغفر لعباده الصائمين إذا حققوا هذا الذي ذكرنا من من المقاصد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك